في إطار الدينامية اللي كتعرفها الحركة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، طبيعة الحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان خرط بشكل قوي في هذه الدينامية وفي العمل من أجل تحقيق هذه الغاية، فهو كيحاول ما أمكن يجرب مجموعة من الطرق من بينها الانفتاح على الوسائل التعبيرية الفنية. في هذا الإطار كنت حصل لي الشرف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستدعيني لتنشيط ورشات تحسيسية لفائدة مجموعة من المستفيدين أساسا طلبة وتلاميذ في كل من مدينة الدار البيضاء والرباط في شهر أكتوبر الفارط، حيث قمت بتنشيط ورشتين المضمون ديالها أو الموضوع ديالها أساسا كما قلت قبل قليل هو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. وهذه الورشات بالنسبة لي اللي كان كيهمني فيها ماشي الجانب التقني أو الفني بقدر ما كان كيهمني فيها الجانب التعبيري، ونستقرا من خلال الأعمال موقف مجموعة ديال المشاركين والمستفيدين والمستفيدات من الورشة من هذا المطلب هذا. وصراحة أقول أنني انبهرت بالاستجابة ولا التفاعل الكبير ديال المشاركين في هذه الورشات، حيث أنهم انطلقوا بشكل تعبيري سلس وعبروا على مواقفهم وآرائهم، وكنت سعيد جدا على أن كل المنجزات كانت كتصب نقدر نقول لك 100% في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. هي وسيلة أخرى كينهجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التحسيس بهذا المطلب هذا، ليس فقط على المستوى الندوات واللقاءات إلى غير ذلك، ولكن وعيا منه بأهمية الجانب التعبير الفني. وبطبيعة الحال فهذا الجانب هذا كان عنده دور بحيث أن جل المستفيدين استفدوا تقنيا من خلال التقنية اللي مارسها معهم، وكذلك على المستوى المضمون. وتوج هذا المجهود هذا بتنظيم معرض مؤخرا نضمن المجلس الوطني لحقوق الانسان لهذه المنجزات ديال المستفيدين، واذا سمح التقني اللي معك انه هنا عندنا نماذج من الاعمال اللي نجزوها بعض المستفيدين من تلك الورشات، وهي بطبيعه الحال كتعبر على مواقفهم وعلى المطالبه ديالهم من اجل الغاء عقوبه الاعدام بوسيله فنيه. القراءه بطبيعه الحال القراءه تصعب انني نعطي القراءه، ولكن اللي نقول لك هو انه هناك مثلا اذا ركزنا في هذه اللوحه رغم ان هناك مشنقه فهناك الامل من خلال هذا العصفور، وكان المشارك اللي في هذه الورشه يقول على ان بطبيعه الحال ستستمر الحياه بعد تحقيق هذا المطلب.